زيارة اليوم لمعالي الوزير هي زيارة إنمائية بامتياز. هي بداية باسمي باسم رؤساء البلديات باسم أهالي صغار الزاوية زيارة شكر للمليونين يورو اللي خصصهم معالي الوزير لخطين بالصرف الصحي اللي هن خطين حيويين لقضاء صغارته. الخط الأول هو المعروف بخط الشرندي واللي هو وصلة أساسية من نهر رشاين واللي تنفيذه بحل المشكلة الأكبر من مشكلة تلوث نهر رشاين اللي مش بس عم يطال هذا التلوث قضاء صغارته عم يطال كمان طرابلس. رفع التلوث عن نهر رشاين طبعا هو رفع الضرر عن الأهالي عن البيئة عن الأمراض ولكن كمان هو إعادة إحياء لاقتصاد المنطقة اللي عايشة على الزراعة وعايشة كمان على السياحة على ضفاف النهر. كمان اليوم معالي الوزير مدى بالمشروع التلزم بنهر رشاين الأساسي الكوليكتور الرئيسي دراسة جديدة نرجع نربط هالكوليكتور الرئيسي بالنبع كان ناقص حوالي الكيلومتر و600 متر. بنشكر الله وبنشكر معالي الوزير انه اليوم مدى إحالة تنعمل دراسة لهذا الموضوع وتنقدر ننفذه على مرحلتين. الخط الثاني هو خط علم الفوار البداوي. هذا الخط بيعرف الاستشاري اللي طلع ودرس وانا حطيت معالي الوزير بالجو الماضي قديش الاهالي عم بيعانوا من وجود جراثيم وامراض بصرف صحي حقيقه كان بين البيوت، يعني شغله ما كانت مقبوله بتاتا سنه 2017 الظروف الصحيه اللي كانوا عم بيعيشوا فيها الاهالي. فاذا هالخطين خط شرندي وخط علم الفوار البداوي عم بيستفيد منهم حوالي 160 ألف شخص بطريقة مباشرة. فشكرا لمعالي الوزير. كمان نحن يعني طبقنا مع معالي بوجود البلديات بوجود معالي الوزير بيير رفول طبقنا مبدأ خذ وثم طالب. حقيقة نحن قضاء صغار صار له فترة بالأخص بما يختص البنية التحتية بالماء وبالصرف الصحي عم بيعاني من حرمان ومن إهمال. فحكينا بكثير من المشاريع وقررنا ودعينا معالي أنه يشارك معنا ويرعى مؤتمر عام تنقدر نحط خطة إنمائية شاملة بهذا الموضوع نخلص موضوع نهر رشاين. وهالمؤتمر العام يكون من جهة بوجود اتحاد البلديات والبلديات من جهة أكيد بوجود الوزارة ومن جهة بوجود المؤسسات الدولية المانحة تنقدر كلنا سوا نلاقي حل شامل وسلم أولويات لتنفيذ المشاريع بقضاء صغارتها. على مستوى ثالث كمان شكرنا معالي الوزير على مساعدة الوزارة وتعاون الوزارة مع مؤسسة رني معوض للمشاريع اللي عم تنفذهم مؤسسة رني معوض مع المؤسسة الدولية المانحة. وبدي استفاد من هالمنبر تأعلن انه من هون بالاخر شهر اب مؤسسة رني معوض حتبلش بعمل ترميم خزان كفر حيتها صغارتها واعادة تأهيل البير وربط كل هيدا بالشبكة اللي حيحل حوالي 60-70% من مشكلة المياه بصغارتها على المدى القصير. فشكرا لمعالي الوزير، شكرا للي بدي اسميه انا الجندي المجهول اللي ساعدنا وكان إلى جانبنا بكل هيدي المرحلة معالي الوزير بيير رفول. شكرا للبلديات ولكل واحد ساهم باللي وصلنا لليوم برفع الضرر البيئي الكبير حول نهر رشاين والخطوط الصرف الصحية الثانية. شكرا للجميع ونحن ممنونكم.